مساء الخير. احترف السياسيون اللبنانيون فن دق النفير العام واللعب على شفير الهاوية والتحذير من الآتي الأعظم والتوعد بغد هو لناظره قريب والتخصص بمهنة الدفع إلى الاعتذار. على المستوى الحكومي ليس لدى لبنان الرسمي ما يقدمه أبعد من بيان واضح المعالم غارق في العروبة ملتزم الإجماع، لكن غرف التهويل السياسية والتجارية والاقتصادية تكاد تضع البلاد في حال حرب أو على الأقل أمام مغامرة غير محسوبة على غرار مواقف عدوان تموز 2006. وعلى مستوى إجراءات المملكة فإن الداخلية السعودية صنفت 4 شركات و3 شخصيات ضمن لوائح الإرهاب وحذرت مواطنيها من التعامل معهم، معلنة أنها ستواصل مكافحتها لنشاطات حزب الله الإرهابية بجميع الأدوات المتاحة. لكن السفير السعودي في بيروت نفى أي توجيهات عن وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى لبنان، كذلك نفى علمه بترحيل 90 لبنانيا من المملكة، ورجح أن يكونوا قد أعطوا إجازات من صاحب العمل اللبناني. والنفي حمل صيغة نقدية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعلن أن لا دول الخليج ولا السعودية أجرت اتصالات بشأن ودائع البنك المركزي، معلنا أن الأرقام المتداولة أعلاميا مبالغ فيها. وردا على المطالبين بالاعتذار أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن على السعودية أن تعتذر إلى لبنان لأنها أساءت إلى مواطنيه، وإلى أن تتضح الصورة بفرعيها اللبناني والسعودي ويقدر حجم الخسائر فأن حديث الهدنة في سوريا هو سيد الأحكام، فالساعات المقبلة سيسري فيها مفعول وقف إطلاق النار على جبهات سورية محتدمة من دون أن يشمل داعش والنصرة. والهدنة المرتقبة أججت أبو محمد الجولاني الذي خرج بصوته معلنا رفضها لأنها ستؤدي إلى إنهاء ما سماه ثورة. بعد طرابلس الرئيس سعد الحريري يؤدي صلاة الجمعة في الطريق الجديد وأهالي المنطقة يرحبون بالزيارة. تقرير حليمة طبيعة. إلى طريق الجديد التي أحبها رفيق الحريري عاد نجله الرئيس سعد الحريري بعد غياب طويل عنها بداعي السفر. الحريري استقبله أهالي المنطقة بحفاوة بالغة ورافقوه من خارج مسجد الإمام علي إلى داخله، حيث أدى صلاة الجمعة بإمامة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومشاركة عدد من نواب بيروت المستقبليين. ومع انقضاء الصلاة ألقى الحريري كلمة قصيرة أكد فيها أننا أقوياء وصابرون مع أننا نمر في مرحلة صعبة جدا. نحن يمكن عم نمر بمعركة كتير صعبة ولا بمرحلة كتير صعبة، ولكن نحن عارفين طريقنا، عارفين لوين رايحين، عارفين شو بدنا، عارفين انه قضيتنا حق، قضيتنا مش باطل، قضيتنا لبنان. نحن ما بدنا شيء يصير بالبلد، ونحن شايفين اللي عم يصير حوالينا، وكلنا شايفين اللي عم يصير حوالينا. حمينا البلد، حنكمل نحمل البلد. بقولكم جميعا انا رجعت وباقي معكم، مش رايح لمحل، واذا سافرت راجع بسرعه، ما تخافوا اذا سافرت. أهالي الطريق الجديد رحبوا بزيارة الشيخ سعد كما يحبون مناداته، فيما رأى بعضهم ضرورة أن تكون هذه الزيارة خطوة أولى لإنماء المنطقة. أحلى زيارة كانت. أنتوا شو ناطرين منه للشيخ سعد؟ والله ناطرين الخير لأهالي طريق جديد، بس ما بدنا شيء، يعني ما ناطرين منه شيء، لا مصاري ولا شيء. هو الشيخ سعد كثير كبير يعني عندنا، أغلى من المصاري، بس بدنا تحسن لأهالي المنطقة، بس ما بدنا أكثر من هيك لأنه كل العالم عم تطرطق فينا. هو بس بكفي إنه يجي على طريق جديد ونحن بنكون كثير مبسوطين، لو ما عملنا ولا شيء يدعمنا اكثر، فهمه عنده صح ولا لا؟ الفهم عنده بقى. نتمنى بالشيخ سعد الحريري كل 15 يوم يجي على طريق جديد ويصلي بكل جوامع طريق جديد. لك شو بتغير زيارة؟ ما بتغير ولا بتعدي، بس انه اهلا وسهلا في بيت الله، هذا عم يجي يصلي. الله يحمينا معه، الله يحمي طريق جديد.
وبعد طرابلس وطريق الجديدة، هل تكون صيدا المحطة الثالثة التي يزورها الشيخ سعد مؤديا صلاة الجمعة هناك؟ قرار سعودي بتصنيف شركات لبنانية إرهابية، والأسماء سبق أن مرت بالتصنيف نفسه على الكونغرس الأمريكي. تقرير للزميلة دارين دعبوس. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المملكة صنفت أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بنشاطات تابعة لحزب الله الذي تقول إنه إرهابي، وحذرت على مواطنيها السعوديين أو المقيمين في المملكة القيام بأي تعاملات معهم. وتعود الأسماء إلى ثلاثة لبنانيين وهم فادي حسين سرحان، لبناني من مواليد بلدة كفركلة الجنوبية عام 61، عادل محمد شري، لبناني ثان من مدينة بيروت عام 63، واللبناني الثالث هو علي حسين زعيتر من مواليد عام 67. القرار السعودي شمل أيضاً 4 شركات على صلة بحزب الله لا تملك فروعاً في المملكة، وهي شركة فاتاك للإنتاج السمعي والمرئي التي قصدناها في مركزها في بيروت، لكننا لم نتمكن من مقابلة صاحبها فادي سرحان لوجوده خارج لبنان. شركة ليهو إلكترونيك فيلد كو دوت ليمتد، وشركة آيروس كايوان كو دوت ليمتد، وشركة لابيكو اس اي ال اوفشور. ووفقاً لتقديرات غير رسمية، فإن العاملين اللبنانيين في المملكة يبلغ عددهم نحو 350 ألف لبناني يعملون في قطاعات الهندسة والخدمات والإعلانات والصناعة والسياحة وغيرها، ويقومون بتحويل نحو 4 مليارات دولار من الرياض إلى لبنان. أما اللبنانيون العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي فيبلغ عددهم نحو 550 ألف لبناني ويحولون نحو 6 مليارات دولار إلى لبنان. للأسف كان هذا قرار نحن منحب جدا تلافيه، وما كنا بدنا أنه فصيل لبناني نحن منتعيش معه أن يكون هو موضوع على لائحة الإرهاب، لأنه سوف يتعرض إلى الكثير من الشركات أو الأشخاص الذين يدورون في فلك حزب الله سوف يتعرضون للمضايقات، ليس فقط خليجيا أو سعوديا إنما أيضا عالميا وأمريكيا. ولكن للأسف يعني إمعان حزب الله بالتدخل بالرمال المتحركة السورية، وما تم تثبيته وإثباته أمس عبر فيديو واضح يظهر عناصر من حزب الله تخطط للقيام بأعمال إرهابية في المملكة. ولكن أستاذ ولي الأشخاص اللي رجال أعمال، رجال أعمال كانت هناك إثباتات يتورطون إما بدعم حزب الله ماديا أو في تعاملات تجارية باسمه، لأنه اليوم من الواضح حزب الله ما حيكون عنده شركة اسمها شركة حزب الله المحدودة المسؤولية، بده يكون في شركات مواجهة هي لحزب الله، ولا كيف عم بيأمن تمويله؟ واليوم هذا قضاء سعودي نحن نحترم ونجر، لا نتدخل بهذا القرار. وأمام الموقف السعودي يصوب بعض من في الداخل أسهمهم على المقاومة ويتهمونها بأنها تأخذ لبنان رهينة للتجاذبات السياسية، ويطالبون بموقف حكومي رسمي واضح. نحن اللي منخاف منه أن تذهب يذهب تدهور العلاقات اللبنانية السعودية إلى أبعد من هيك. أنا لأعطيك أرقام بس، منذ عام 1990 حتى 2015 بلغت حجم الهبات والدعم السعودي 70 مليار، يعني قامت المملكة بترميم 36 ألف منزل شيعي ب 44 قرية جنوبية عبان الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان. بس من عام 2007 ل 2010 ناهزت الاستثمارات السعودية في القطاعات السياحية والعقارية 10 مليار دولار. نحن كلبنان منصدر 850 مليون دولار للمملكة العربية السعودية مقابل 4 مليون لإيران. هناك 500 ألف يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 0 في إيران. إذا بدنا نعمل مقاربة، نحن اليوم لا ندعو إلى أن نشتم إيران أو نكون قطيعة مع إيران على حساب المملكة ولا المملكة على حساب إيران، ندعو إلى أن يكون هناك لبنان علاقة جيدة مع كل الدول. علي عواض العسيري السفير السعودي في لبنان من جهته وفي حديث صحفي نفى وجود أي توجيهات عن وقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى لبنان، لكنه في الوقت عينه قال إن لم يكن هناك سعوديون يستقلون الطائرات السعودية بكثرة إلى بيروت فربما تقرر الشركة وقف الرحلات، لكن ليس لدينا توجيهات رسمية بوقف الطيران ونأمل
ألا يتوقف. وفيما يتعلق بالإجراءات في حق اللبنانيين، نفى كذلك العسيري علمه بذلك، مرجحاً أن مصدر ترحيل 90 لبنانياً لم يعطوا إقامات هو لبناني، وربما صاحب العمل أعطى الموظفين إجازات في انتظار عمل مشروع جديد، والسفارة اللبنانية في الرياض تعطي الجواب الصحيح. دارين دعبوس، قناة الجديد. التهديد بسحب الودائع السعودية من المصارف اللبنانية شك بلا رصيد. نحن على حافة الهب، وعم بحكي على الوضع السياسي والوضع المالي، انعكاساته الأمنية مضبوطة ومخدور عليها. هذه ما بتصير ببلد بالعالم انه مسؤول بيطلع بيقول هيك. الانهيار المالي يعني انهيار أمني، يعني كارثة بالبلد. اول شيء هذا مجافل الحقيقة تقنيا، مجافل الحقيقة بالإمكانات، مجافل الحقيقة بكل شيء. حين يقرر وزير الداخلية رفع حالة الطوارئ المالية، فأهل الاختصاص ينصحونه بإعطاء الخبز للخباز. فبعد واقعة الدولة الخليجية الصغيرة، اليوم تحول الرجل إلى مهدد بسيف الدولة الخليجية الكبرى، أمر أخرج حاكم مصرف لبنان عن صمته ليعلن أن لا السعودية ولا دول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن ودائع البنك المركزي، موضحا أن الليرة اللبنانية لا تواجه أي مخاطر، وأن المصارف تملك الأدوات اللازمة لحماية استقرار الليرة. وبما أن الحرب الكلامية تستعر، ففي المال الأرقام تتكلم، وعليه قرر من كان بالاقتصاد خبيرة رفع السرية عن الودائع السعودية. إنه الوديعة اللي كانت حطت السعودية بمصرف لبنان اللي كانت قيمتها مليار دولار، جرى سحبها تدريجا على دفعات من 10 سنين لليوم، كل شيء بيقمنا 100 مليون دولار. عم نحكي عن 100 مليون دولار من أصل احتياطي بملكه مصرف لبنان، هو 50 مليار دولار بما فيهم الذهب و 38 مليار من دون الذهب، معناتها لا يذكروا يعني. أما ودائع السعوديين بجهاز المصرف اللبناني كله فتقدر بين مليار لمليار و500 مليون دولار من أصل 152 و400 مليون دولار، يعني كمان ما بيطلع 1% من كل هذه العملية اللي عم نحكي عنها. لهذا السبب تقنيا لا بقيمة المال ولا بأي اعتبار آخر هناك يعني شيء بيأثر على وضعية اللبنانية. وبحسب مقلد، تهديد السعودية بسحب الودائع المصرفية ليس بسابقة في لبنان. حرب تموز 2006، السعودية بآخر أيام من الحرب حاول تسحب الوديعة دفعة أولى، وكان احتياط مصرف لبنان متواضع جدا آنذاك. كان عندهم مليار دولار بسحبوها دفعة واحدة، وكان وقتها بكل هيدي الظروف حرب وبلد مدمر وما عارفين أفقه لوين، لو سحبت مليار دولار كان في إمكانية إنه الليرة اللبنانية تصاب بخلل شديد آنذاك، وكنا دفعنا أثمان الحرب مضاعفة. شو كان الاحتياطي الرقم؟ كان وقتها تقريبا من 5 مليارات دولار، يعني كانت وقتها 20% من الاحتياطي بتطلع. نحن اليوم نحكي عن 50 مليار، وهي ما بتطلع شيء منه بحرب تموز. بس عملت هيك السعودية وطلبت هيك، لم يستجاب، لو صار في تدخل دولي لأنه كان في قرار ومظلة للاستقرار المالي في لبنان. إذا في مصارف بلبنان حبت اليوم تتبرع وتفوت بعملية الضغط، أنا بعتقد هامشها ضيق، لأنه مصرف لبنان حاضر بتعاميمه، حاضر بإمكانياته المالية، وحاضر بوفتحه. كيف ولكن يعني تتبرع المصارف اللبنانية؟ أنه تحاول تشجع زبائنها على التحول من عملة لعملة أو على إخراج ودائعهم. يعني أنا بأسف هذا الشيء صار بحرب تموز، حكما صار بحرب تموز، صار بكتير محطات. شو صار هون لما قررت المصارف تستجيب للضغط؟ قرر مصرف لبنان يطلع تعاميم كانت ملزمة للمصارف، قدر يحط ضوابط قاسية على المصارف بشكل كانت هي بتدفع ثمن أي مغامرة بدها تلعبها وبتدفع خسائر من ثمنها، وقدر مصرف لبنان يضبط هذه العملية بشكل كتير واضح وبشكل ما سمح لها تعمل هذه العملية. ولمن يقيس معاركه بميزان الودائع، فعليه كيل المدائح ليل نهار لنظام بلاد الرافدين، لأن كبرى الودائع العربية في المصارف اللبنانية هي بحسب المعلومات عراقية الهوية. مش هذا الموضوع، الموضوع ليس ماليا، موضوع سياسي. نانسي السبع، قناة الجديد. اتحاد جمعيات العائلات البيروتية يكرم المدير العام للتعليم الثانوي محي الدين كشلي، ووزير التربية الياس بوصعب يؤكد أنه لا يجوز الخلاف مع أي دولة عربية مهما حصل.
تكريما لمدير التعليم الثانوي محي الدين كشلي الذي أحيل إلى التقاعد، أقام اتحاد جمعيات العائلات البيروتية عشاء تكريميا على شرفه برعاية الرئيس سعد الحريري ممثلا بالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. ولم تغب الأزمة اللبنانية السعودية وتدهور العلاقات بين البلدين عن الحفل، حيث أكد وزير التربية الياس بوصعب الحرص على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، ورأى أنه لا يمكن أن نتنكر لماضينا وتاريخنا، علينا أن نعمل كفريق واحد من أجل تحسين هذه العلاقات. فيما شدد الحريري على أن عروبة لبنان مقدسة، واللبنانيون ارتضوا أن لا تمس مقدساتهم وأن يكونوا دائما حيث يكون العرب كما كانوا دائما على مر التاريخ. للمصلحة العامة أمور ما نحكيها، ولما نتفق بالحكومة أنه هيدا البيان نحن مأيدينه ما لازم نطلع نحكي بعكس هالموضوع. نحن فعلاً كنا طامحين لبيان أكبر من البيان اللي طلع، ولكن بتحفظ عن التعليق بهالمرحلة لحتى ما نأزم المشكل أكتر وأكتر. نحنا بدنا ننطلق من هالبيان ونبني عليه، هيدا البيان بداية الحل للأزمة منو الحل. معالي الوزير يا ريتك أنت بالخارجية، يعني كنا وفرنا المشكل كله يعني. معزتنا يعني لوزير الخارجية اللي بنحبه ومنعزه يعني قد الدنيا. حين نتضامن مع الإجماع العربي فنحن نتضامن مع أنفسنا ومع لبنان، وحين نرفض الإساءة للدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فنحن نرفض الإساءة لأنفسنا وللبنان. وشكر المكرم كشلي اتحاد جمعيات العائلات البيروتية على تكريمه، وتسلم درع الاتحاد عربون وفاء وتقدير لجهوده في مجال العمل التربوي، كما تسلم درعا تقديرية من رابطة آل كشلي. شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني أقيم في الغبيري على أن لبنان لا يكون إمارة سعودية ولا إمارة غير سعودية، حتى لا يظن البعض أننا نرفض إمارة ونقبل أخرى. وقال: لدينا من العقل والقوة والمقاومة والاحترام والرؤية ما يجعل من يتعامل معنا يحترم إرادتنا في أن نكون مستقلين لا أتباعا نفتش عمن يذلنا ويستثمر خيراتنا. وأضاف قاسم أن لبنان بلد الحريات وسيبقى كذلك، ولن يكون تابعا لأي دولة على وجه الأرض. ما حصل خلال الأسبوع الماضي من السعودية يتطلب أن تعتذر السعودية من لبنان، لأنها أساءت للبنانيين، أساءت لأولئك الذين عملوا طويلا من أجل تحرير أرضهم واستقلالهم ومحاولة إدارة شؤونهم بتفاهم وتعاون بين الأطياف المختلفة. السعودية هي التي اعتدت، أما نحن فلم نعتدي عليها ولم نتصرف خلاف المنطق وخلاف حرية الرأي. كل ما في الأمر أننا وصفنا أعمال السعودية. طيب بالله عليك ماذا نقول في اليمن؟ الطائرات السعودية ترسل الصواريخ من أجل إطعام الأطفال الرضع في داخل بيوتهم؟ استشهاد القائد الميداني في حزب الله الحاج علي فياض المعروف بعلاء البوسنة في هجوم للحزب على طريق خناصر حلب، فمن هو هذا القائد الذي خسره الحزب؟ تقرير حليمة طبيعة. على طريق خناصر حلب التي قاد عملية تحريرها وفتح طريقها أول مرة، استشهد أبرز قادة حزب الله الميدانيين وأهمهم الحاج علي أحمد فياض ابن بلدة انصار الجنوبية. بدأ عمله المقاومة في أواخر الثمانينيات في صفوف حزب الله بالجنوب وعرف باسم الحاج علاء. في مطلع التسعينيات خاض أولى معركه في صفوف المقاومة ضد جيش العدو الإسرائيلي،
ومن جنوب لبنان سافر إلى البوسنة حيث خاض تجربة تدريب الجيش البوسني عام 92 ليطلق عليه لقب علاء البوسنة. في عام 94 قاد عملية اقتحام موقع الدبشة الإسرائيلي فعرف بعلاء الدبشة وهو أشهر ألقابه. وشكلت هذه العملية نقلة نوعية في العمليات بين قوات الاحتلال وحزب الله وعرف بأنه أول هجوم نوعي للمقاومة. بعد التحرير خاض كثيرا من العمليات النوعية أبرزها في حرب تموز، وكان من أبرز المطلوبين من قبل كيان الاحتلال الذي دمر بلدة كفر بغية استهدافه. من قائد في أفواج المقاومة في الجنوب إلى أهم قائد ميداني في صفوف حزب الله بسوريا، وكان أول من حمل رتبة سيادة الحاج، وضع خطة حماية مطار دمشق، حرر النسبة الكبرى من الغوطة، وفتح طريق المطار، وقاد عمليات عدة في إدلب وريف اللاذقية والقلمون وخناصر حلب حيث استشهد. وإضافة إلى قيادته عملية تحرير محيط السيدة زينب في ريف دمشق، قاد الحاج علاء أبرز عمليات الغوطة وعمل على رصد منطقة بئر العتيبة مع فوج الهندسة في حزب الله، وأشرف على زرع العبوات. وفجر 25 من شباط 2014 أوعز بتفجير العبوات بعدد كبير من عناصر جبهة النصرة بقول فجر يا علاء. بالنداء يا أبا عبد الله فجر يا علاء. وبعد عملية الغوطة أصبح الحاج علاء قائد قوة الهجوم المعروفة بفرقة مغاوير سوريا على كامل الأراضي السورية. 6 أو 7 هي عدد الإصابات الخطرة التي مني بها الحاج علاء في الحرب السورية التي لم تحل دون انتقاله قبل أكثر من عام إلى العراق لمحاربة داعش وخوض عملية طريق أمرلي. تميز الحاج علاء بشجاعته وذكائه الحاد وسرعة بديهته إضافة إلى خبرته الواسعة بالميدان. لم يكن قائدا استعراضيا، ويعرف أن له 3 أبناء في قوات النخبة في حزب الله لم يدخرهم ليعيشوا حياة عادية، فكانوا يقاتلون إلى جانبه في الميدان السوري. بعد الإعلان رسالة تحذيرية. القضاء يلاحق ما تبقى من الحراك الشعبي بتهم رسم الجرافيتي ورشق البندورة والموز على صور سياسيين. الأكثرية من الشخصيات العامة تفضل النأي بنفسها عن انتقاد القضاء لما قد يرتبه الأمر من ملاحقات قضائية بحقهم، غير أن الخط الفاصل بين هذا السلك والطبقة السياسية خط في الرمل يسهل اختفاؤه عند الاقتضاء. في وقت يظهر المطلوب فضل شاكر في مقابلات تلفزيونية تمت ملاحقة أعضاء من مجموعة من أجل الجمهورية، منهم فؤاد دبس، والتهمة رسم الجرافيتي على بلوك بطون. طالع أحكام لبنان عن الجرافيتي وقرروا فيها أنه هي حرية تعبير ومش منا جريمة. إذا ما نحكي نحن وقت شو عملنا كمان، نحن وقت أخذنا بلوكات بطون يعني نشان عليهم، ما تعدينا على ولا أملاك خاصة أو عامة. وتاني شيء في كتير محلات وين حطينا نحن شعاراتنا اللي هي ضد انه تنزيد الضريبة على البنتين، كانت حد شعارات احزاب سياسية موجودة يعني. طب ليه هون صار مثلا لأننا نحن نتوقف غيرنا لا؟ المحامي العضو في من اجل الجمهورية نزار سركيس يفسر الاستنساب القضائي بمحاولة احباط اخر الاصوات المعترضة. تعاطي النيابات العامة مع التحركات عم بتصير بتبين مثل كأنه هي بخدمة الطبقة السياسية، لأنه كيف بتسايب دايما وقتا نحن نقوص على الطبقة السياسية ونعلي الصوت بوجه الطبقة السياسية بتقوم النيابة العامة بتحرك ضدنا كرمال تقمعنا وتردنا لأيام الاحتلال السوري. يعني بخدمة المطابع يعني عم نصير نحن نحس أنه نحن صرنا بدولة بوليسية. يعني ما عاد فيك أنت اليوم تطلع تعبر عن رأيك بطريقة أو بأخرى، خاصة أنه لغيولك الانتخابات يعني حتى المطرح المنطقة تدعب رأيك فيه لغيولك. جرم أول رش الجرافيتي، فيما الجرم الثاني رمي الناشطين البندورة والموز على صور السياسيين الذين وقعوا على عارضة مناشدة المملكة العربية السعودية. نتيجة هذين الجرمين تحركت النيابة العامة، فكالسويد في لبنان لا جرائم أكبر من هذه. بعد الإخفاق في ترحيل النفايات وطمرها، المحارق أصبحت مطلب كثيرين وحلاً أمثل. تقرير ناصر بلوط.
ضمن مثلث الحلول الضيق والذي تعتمده الحكومة اللبنانية في معالجتها لأزمة النفايات، وبعد فضيحة شركة شينوك وفشل عملية الترحيل إلى روسيا، وبعد الرفض المبدئي الذي أعلنته البلديات في إنشاء مطامر على أراضيها، بدأ بعض الوزراء في الحكومة طرح فكرة إنشاء محارق للنفايات بهدف التخلص من الأزمة التي لم تعد الحكومة قادرة على التخلص منها. إنه الخيار الأصعب والأكثر ضرراً على الصعيد البيئي، تقول الحركة البيئية اللبنانية وتشرح أسباب الرفض. الحرق باعتباره أيضاً يعني وسيلة وحيدة للتعامل مع النفايات هو هدر للموارد، وهو عالي الكلفة، وإضافة لذلك هي مصدر خطير جداً للتلوث الهواء الجوي بملوثات عالية الخطورة على الصحة العامة ومسبب لأمراض خطيرة آنية وبعيدة المدى. حذر من أنه الحكومة تلتجئ اليوم بشكل جدي لموضوع المحارق. لا لا، أنا أعتقد أنه هني رايحين بهالاتجاه مع الأسف الشديد. أول شيء لأنه مش عم يتعمقوا في دراسة الموضوع، لأنه عم يفتشوا على حلول تحت ضغط الأزمة اللي هن افتعلوها واللي صار عمرها 8 أشهر، لفتنا بالشهر الثامن، أنه تحت ضغط الأزمة بدهم ايانا نوافق على شو ما بيطرحوا، وهذا شيء احنا مش رح نعمله اطلاقا. شروط عده يجب الاخذ بها في حال اتخذ القرار بانشاء المحارق، اسوه بعدد من الدول. العمل على درجات حراره مرتفعه ما فوق ال1000 درجه. الشرط الثاني انه مجهزه بفلاتر فعاله جدا لالتقاط الرماد المتطاير المتكون من جزيئات متناهيه الصغر. الشرط الثالث هو ان يكون مجهزه بأبراج لغسيل الغازات حمضية وقلوية، يعني غسيل كيميائي للغازات للتخفيف من التلوث والانبعاثات في الجو. رقم أربعة، أن تكون هذه المحرقة مجهزة بمحطة لمعالجة السوائل الناتجة عن غسل الغازات. رقم خمسة، أن تكون مجهزة بمعالجة الرماد المتبقي والرماد المتطاير اللي راح تنزعه من الفلاتر وتعمل له تصليب ومعالجة والتخلص منه في مطامر متخصصة لاستقبال النفايات الخطرة. يعني لحتى يكون في عندنا محرقة آمنة نسبيا من الناحية البيئية والصحية عليها أن تكتمل فيها هذه الشروط الستة. ومع فشل مجلس الوزراء المتكرر إضافة إلى لجنته المصغرة لحل أزمة النفايات، تصر الحركة البيئية على رفض هذه الحلول المجتزأة، لا سيما أن 70,000 طن من النفايات تنتظر الحل البيئي السليم. ناصر بلوط، قناة الجديد. أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرة يحذرون من مغبة تبرئة فضل شاكر من دماء شهدائهم. ترددت معلومات في الآونة الأخيرة عن تسوية تحاك خلف الكواليس لتبرئة الفنان فضل شاكر، وهو ما أثار ردود فعل لدى أهالي شهداء الجيش في أحداث عبرة. فكان هذا المؤتمر كتار نطر وردنا على مقابلة فضل شاكر الأخيرة، وكتار سألوا ليش تأخرنا، بس كل شيء وقته حلو. لابد من تذكير بعض الناس بهيدا الوجع يلي صار مرافق كل خي، كل أخت، كل أم وكل أب وكل زوجي من هالأهالي. منتمنى ما يمر حدا بهالتجربة يلي خضوها. وجع أهالي الشهداء ترجم بتأكيدهم أن دم فلذات أجبادهم وأزواجهم لن يذهب هدرا. عندي أدلة والاسم الثلاثي للشخص عندي، وإذا القضاء طلب مني هذا الشيء مستعد أني قدام القضاء سمي لهذا الاسم. اللي ضرب قذيفة الأربجي على مليلة الجيش وبنتيجتها ابن استشهد. ابني عمره 4 سنين، قال لي ماما مش حلو الحياة. قلت له ليش يا ماما؟ قال لي لأنه الأسير قتل لي البابا. قال لي كيف نحن أنه بدنا نعيش بلا البابا؟ بس على جسستنا بيطلع فضل شاكر وما بيتعاقب بالدولة. إذا طلع فضل شاكر بده يخلوا الأهالي هني ياخدوا حقهم. وكي لا تمر التسوية كان لابد من وقفة قانونية لإعلان الموقف الرسمي للأهالي، ففند وكيل أهالي الشهداء الدكتور زياد بطار الحديث الأخير لشاكر بعد أن جرى عرضه مقاطع فيديو لتصاريح فنانين يدعون إلى عودة شاكر إلى الساحة الغنائية. رح نحتفظ بحقنا برفع دعوة على كل من بيحاول أيام بتبييض صفحة فضل شاكر وإظهاره بمظهر البريء من دم الشهداء، سواء كان من الفنانين أو مين ما يكون، كما
نحتفظ بحقنا برفع دعوة على كل مين بيحاول أن يستبق القضاء ويطلع حكم براءة لفضل شاكر ويسوق لها الحكم من منطلق لعب على مشاعر الناس، فهو مطلوب من المحكمة العسكرية ويحاكم كشخص فار من وجه العدالة. وفي ادعاء من مفوض الحكومة ومن قاضي التحقيق وفي مذكرة توقيف بحقه، بالإضافة إلى عشرات الادعاءات من قبلنا بوكالتنا عن أهالي شهداء الجيش. وتحولت هيدي الادعاءات بواسطة النيابة العامة التمييزية للمحكمة العسكرية على سبيل الإفادة وإعطاء المعلومات. وأكد الدكتور بطار أن قضية شهداء أحداث عبرة لن تكون قضية نهر بارد ثانية. أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش يعتصمون سلميا أمام كازينو لبنان، ويؤكدون أن سلميتهم لن تطول ما لم تتحرك الدولة في ملف أسراهم. لا يدرك حسن أو حسون كما يحلو لأسرته مناداته أن والده ما زال حيا، هو يشاهده بالصور يناديه ولا يعرفه، إذ كان طفلا يوم أسر تنظيم داعش أباه، لكنه رافق والدته إلى اعتصام أهالي العسكريين المخطوفين أمام كازينو لبنان، وكان هذا الاعتصام بمثابة رسالة تحذير. فممنوع على المسؤول اللبناني يقول لي ما بعرف شيء، بده يعرف شيء أم أبا، لأنه هذا العسكري كان عم يحمي كرامته، كان عم يحمي هيبة الدولة اللي تسلحنا في بداية هيدي المرحلة، ويقولوا نحنا بدنا نحافظ على هيبة الدولة. سؤال اليوم لرئيس الحكومة خليد الأزمة، ليش ما عم تجتمع؟ شو السبب؟ مين اللي عطل اجتماعاتها؟ هل أسئلة بتتحمل مسؤوليتها يا دولة الرئيس؟ لأنك منك عم تفصح عن الجهة المعرقلة بالموضوع. بدي شدد وأكد كمان أعطاء كامل الصلاحية للواء عباس إبراهيم، أعطاه هامش واسع ليتحرك بهالقضية، لأنه هيدا زلمة منوثق فيه نحن ومتأكدين أنه ممكن يجيب خبر. الشغلة الثالثة بدي أقول اللي أعطى كلمة السر ملف العسكريين المخطوفين تبع جبهة النصرة يتفضل يتكرم علينا ويعطينا كلمة السر بالعسكريين المخطوفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية. الأهالي ممكن يتحولوا لوحوش، اليوم فقدوا الصبر، ما عاد عندنا صبر. اليوم نحن اليوم تحرك سلمي، اليوم تحرك سلمي، ما حنعمل مثل ما عم بيعملوا الباقيين. مثلا شو بتعملوا؟ تحركات، نقل اعتصام، تسكير بيوت وزراء. خليد العزمي ممنوع تجتمع الا معنا وبساحه رياض الصلح. اذا هالاعتصام قدام الكازينو بفيدهم نحن فيديهم، واذا نحن بنقدر نفيدهم وبنروح عند داعش كمان نحن فيديهم. واكد الاهالي استمرارهم في تحركاتهم الى حين عوده اسراهم. بعد الاعلان المشنوق على طريقه ترامب. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدتها الزميلة دارين شاهين. مساء الخير. مؤخراً كتروا النقاد على فيسبوك واللي صار عندهم بلوجز بيكتبوا وبينتقدوا سياسياً واجتماعياً، منهم نقدهم بناء ومهضوم ومنهم نقدهم مش بمكانه. خلينا اليوم نتعرف على كلود الخال ونشوف أكتر عن شو بيحكي. كلود الخال مخرج سينمائي وناقد على فيسبوك يكتب باللغة الفرنسية والإنجليزية، ومن يتابع بلوك ماي بيروت كرونيكل سيتمكن من متابعة المستجدات السياسية والاجتماعية بطريقة مضحكة، هذا بالإضافة إلى كاريكاتير مع تعليقات يومية. كلود، نحن اللي بتابعوك على فيسبوك على السوشيال ميديا بيعرفوا أنه عندك بلوك، خبرنا عنه وشو عم بتجرب تعمل وشو حابب تبين للعالم؟ يعني أهم شيء عم جرب إذا بديك غير شوي الفكر بلبنان، يعني ما بقى نكون قاعدين وناطرين إنه يصير شيء أو يجينا منزل من شي محل، بس نغير القصص بإيدنا مثل ما صار بالحراك وكذا. هلا انطفى شوي، بس بعتقد إنه العقلية عم تتقدم شوي شوي وعم شوفه من الناس اللي عم بي. أكيد إنه خلاص لازم نتغير، لازم نصير حضاريين بال شو سميت البلوج بالفرنس؟ ماي بيروت كرونيكلز.
ماي بيروت كرونيكلز منشوفه عليها بتكتب وبترسم. مزبوط، هو بالفرنش وبالفرنساوي وبالانجليزي. انا اصلا بتكتب كتب وكمان دايركتور. مزبوط. جسمي بحبك يا لبنان. منتابع سويا. حكمت المحكمة العسكرية الدائمة اليوم على فضل شاكر غيابيا في دعوى الحقل العام ضده بجرم إجراء مقابلة صحفية في 14 تشرين الثاني 2014 في مخيم عين الحلوة، أدلى فيها بأقوال تهدف وتؤدي إلى تعكير صلة لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات الطائفية والمس بسمعة المؤسسة العسكرية بالاعتقال لخمسة سنوات. بحبك بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بجمالك بجنوبك بسهلك، بحبك اسأل شو بني شو اللي ما بني بسأل شو. تتوالى ردود الفعل حول دعوة بعض الدول العربية منها الإمارات رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان، وفيما المواقف بغالبيتها تسير في فلك تأييد القرارات العربية أو على الأقل عدم الخروج عنها، برز تصريح للفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي غرد عبر تويتر: يا لبنان بحبك لا تخلص الدني، موجها رسالة حب ودعم إلى لبنان. وانهالت التعليقات التي تثني على وفاء الجسمي للبنان، فيما اعتبر بعضهم أنه يغرد خارج السرب وأنه بهذا التصريح سوف يتسبب بخراب لبنان، فيما دعاه أصحاب رأي ثالث إلى ترجمة هذا الحب بالمجيء إلى لبنان وأحياء الحفلات فيه. عبرت الفنانة نوال الزغبي عن حبها الشديد لولديها جوي وجورجي مؤكدة أنهما أكبر كنز في حياتها، ونشرت الزغبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهما وعلقت: توأم روحي، أكبر كنز بحياتي جورجي وجوي، الحياة ما بتحلى إلا بوجودهم. ومن ناحيتها نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لرسمة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من تصميم ابنتها تالية، وعلقت عبد النور على الصورة قائلة: فنانتي الصغيرة تالية آخر لوحاتها الفنية. بعد أن عرفناها من خلال عدة أدوار رومانسية، تقوم النجمة الحسناء كيت وينسلت ولأول مرة بدور شخصية شريرة، وتحديداً بدور فتاة روسية آيرينا فلاسلوف تترأس عصابة بفيلم تريبل ناين لمخرجه جون هيلكوت. وتدور أحداث الفيلم حول عصابة روسية في مدينة أتلانتا تتحد مع بعض ضباط الشرطة الفاسدين لاغتيال أحد زملائهم من أجل فتح الطريق أمامهم لتنفيذ أكبر عملية سطو مسلح. هيدا كان كل شيء. باي. وختامها مع رامي الأمين. سعيدة، طلع علينا وزير الداخلية نهاد المشنوق بمقابلة مع الزميل مارسيل غانم وبشرنا انه كل شيء تمام. قانون السير رح يتطبق خلال سنتين اذا ضل في بلد من هون لسنتين. بموضوع الفتنة المذهبية يعني حاسس الواحد انه الامور رايحة على مشكلة اكبر، وانه في قراءة بانه كل ما تأزمت بالسياسة منطقة من المناطق تنفجر أمنية، تنفجر، تحرك فيها سرايا المقاومة بشكل يتسبب بانفجار أو قوى أخرى مش لوحدهم يعني بهذا الملعب. مين في قوى غير سرايا المقاومة بالسعديات؟ في 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 يمكن نمور التميل ومجاهدي خلق، وفي شوية عناصر لتيار العلم والقرطاسية تيار المستقبل، وأكيد مش هودي اللي عم يعملوا مشاكل مع سرايا المقاومة أبداً. هني هودي نمور التميل زرخين، وإما بيتواجدوا بيعملوا مشاكل.
مشنوق مع أنه وزير داخلية بس اتطرق بمعظم المقابلة لملفات خارجية وأهمها مسألة اللبنانيين بالسعودية. هذا مش ابتزاز، هذا واقع. هني ما راح يفتروا على حدا. هذا واقع. أي شو بيعملوا فيه؟ بأحسن الأحوال شو بده يصير يا سيدي؟ بيبعتون يعني؟ لا بده يبعتون. شو بيصير؟ اللي بتخلص إقامته خلص ما بتتجدد. أي شو يعني؟ شو اللي بيمنعهم؟ شو هذا شو؟ يعني هذا حقهم. حقهم ما عجبك ما تشتغل عندهم. وين سامع الحكي قبل أنا؟ وين؟ وين؟ أحدث تصريحات دونالد ترامب الأكثر إثارة كانت دعوته لحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة مستندا إلى استطلاع رأي زعم أن المسلمين يكرهون الأمريكيين. طيب يا معالي الوزير دونالد المشنوق أو نهال ترامب، مين هي الفئات اللبنانية اللي رح تتضرر من الإجراءات السعودية؟ كل اللبنانيين بالمعنى الاقتصادي والمالي حيتضرروا. إيه؟ عظيم. الشيعة والسني والبوذيين والهندوس وكل الناس. بوذيين وهندوس عنا بلبنان؟ وهودي كيف بيتزوجوا؟ ما حضرتك مانع الزواج المدني. قبرص مش بعيدة، وعلى ما يبدو إسرائيل كمان مش بعيدة. هل سأل ليش وصلت الناس لهون؟ هل تساءل لحظة ليش هذه الجهات لجأت للأمن الإسرائيلي لحمايتها؟ وهذا كله افتراض. سأل حاله لحظة ليش؟ هيك مزاج يعني؟ ليش برأيك؟ لأنه كله خوف من السياسة الإيرانية بالمنطقة. طيب زياد الحمصي رئيس بلدية بتيار المستقبل تعامل مع العدو الإسرائيلي، بنقطع لك اياه انه خايف من السياسات الايرانيه بالمنطقه. بس انطوان لحد مثلا لا يتعامل مع العدو الاسرائيلي. طيب فايز كرم، فايز كان خايف من السياسات الايرانيه بالمنطقه كمان؟ يعني بنفس المنطق معالي الوزير بيطلع انه ميشيل سماحه عمل اللي عمله لانه خايف من السياسات السعوديه بالمنطقه. كويس؟ مين مكلفنا بإصلاح النظام السعودي؟ مين مكلفنا بالدفاع عن المعارضة البحرينية؟ وانت مين مكلفك بإصلاح النظام السوري؟ مين؟ هذا النظام نشأ على الدم منذ اللحظة الأولى من سنة 70، نشأ على السجن والدم والقتل والتعذيب والقهر، ولن يتغير الآن. بالخلاصة يا جماعة، المقابلة حملت تطمينات بأنه الوضع بلبنان مستقر، في حرب أهلية قريبة واللبنانيين رح ينزعبوا كلهم من الخليج، بس ما في داعي للهلع. بس ما لازم ننسى هون أنه نحن حققنا جزء كبير من الخطة الأمنية. واضح يا معالي الوزير، واضح. كل اللبنانيين بدهم هذا، بس انه اخر شيء بتعتقد انه بيقدر وزير ما بدهم لا ايران وما بدهم عم بقرا طلال سلمان عم هو فايت على مجلس الوزراء حكيت انه انتم تدولتوا بمس. تصبحوا على خير. كان في النشرة الحريري يصلي في الطريق الجديدة. أنا رجعت وباقي معكم مش رايح لمحل. الرياض تصنف شخصيات وشركات لبنانية إرهابية والعسيري ينفي الترحيل. نحن اللي منخاف منه أن تذهب أن يذهب تدهور العلاقات اللبنانية السعودية إلى أبعد من هيك. السعودية لم تبلغ لبنان نيتها سحب الودائع وأموالها مبالغ فيها. ودائع السعوديين بجهاز المصرف اللبناني كله فتؤدر بين مليار لمليار وخمسمائة مليون دولار. وكان في النشرة لفضل شاكر 5 سنوات وحسين الجسمي يخرق حظر الحب للبنان. حبك يا لبنان يا وطني بحبك.
ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة. الموعد المقبل عند 7:30 صباحا، فإلى اللقاء.